يا رانيا، يعني انا اعمل ايه لزفت الطين ده؟ ما انا رافضه قبل كده 5 مرات وهو مش فاهم يعني ايه اترفد وبيرجع لي تاني على البازار. دولا يعني انا هحط الاول اليمين على الشمال ولا الشمال على الاول؟ ولا غور من وش السعاده. ايوه يا رانيا، قولي لي بس بالراحه كده، هو عمل ايه؟ ايه وهو بيوصلك قبل كده مرتين كان هيموتك؟ طب معلش يا رانيا، اديله فرصه ثالثه، يمكن ما كانش. خلاص 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 دولا، بص انا هربطها زي الجزمه. بس يا جزمة، بس يا جزمة، خلاص هرفده هرفده. ماشي، عايزة حاجة تاني؟ نص كيلو جبنة اسطنبول. حاضر. وربع كيلو كلمات ده مع رفض رمزي يعني. حاضر حاضر يا رب. ماشي ماشي، يلا سلام سلام. بقى يا دول انت مش هتعلمني بقى ربطة الكرافتة يا عم؟ اشمعنى انا يعني اللي اعلمك ربطة الكرافتة؟ اشمعنى انت يا دول؟ ما انت الوحيد اللي في بلدنا دول بيلبس بدل. طب ما انا بلبس البدل بس من غير كرافتات، ما هو ما انت شايف. لا يا عم انا شايف وعارف يا عم، مش انت اللي قبل كده هون علمت كل البلد بتاعتنا ربطة الكرافتة؟ وايه اللي حصل لما علمتهم ربطة الكرافتة؟ مش 4 ماتوا مخنوقين و6 في الانعاش؟ بقى ما تفكرنيش دول. قال يعني ايه انعاش؟ انعاش يعني ما بيكون حد حالته خطيره يعني بيدخلوه الانعاش، وانعاش ما ماتش يعني بيخرج تاني. دكتور 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 ايه دكتور؟ اي حاجه انعاش اي حاجه دكتور. هموت يا دكتور. ايه يا عم مش انا الدكتور، بص الدكتور اللي هناك ده هو. انا دكتور جدع يهبل يهبل حضرتك الاجزخانه اللي جنبينا. انا خايف اخرج بره يكون حد قاطرني. مين انت، هربان من البوليس ولا ايه؟ لا هربان من اهل العروسه. هربان من اهل العروسه؟ هو انت العريس وسبتهم يوم الفرح ولا ايه؟ لا انا المطرب كنت بغني في اخر الشارع دوت. ايه ده الفرح ده من اولت امبارح. ما انا بتضرب من اولت امبارح. مطرب، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضل ما تخافش خالص ما تخافش خالص. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا سلام منور والله حضرتك. مطرب ولا رمزي؟ نعم. هات شنطه الاسعاف من جوه. يلا عينيا دول. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. هي عربية الاسعاف هتأخر؟ لا عندنا الاسعاف في مصر بيجي بسرعة جدا. بص اوعى عربية اسعاف غبية ممكن يخبطك في اي لحظة. خد دول. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. واسم الكريم ايه بقى؟ سعيد الكبير. سعيد الكبير، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. لا ربنا يخليك. ايه مش عايز؟ ربنا يخليك. طيب حضرتك يعني معلش انا اسف، انا اول مرة اسمع اسم مطرب بالاسم ده يعني. انا بتحارب والمصحف يا استاذ بتحارب. حضرتك معاك عادل سعيد. عادل سعيد الكبير، الكبير قوي قوي قوي. ده وقت رفع مقاسات. هو قصده يقول يعني ان انا شاعر كبير. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حضرتك بقى اتضربت ليه امال؟ والله اهل العروسه ما فهموش الغنى اللي بغنيه. شفت الغنى ما فهموش الكلام، المشكله في الكلام. وانت كمطرب وانا كشاعر يعني. ولا رمزي روح هات صبغه تيود اجري بسرعه. حاضر. لا ربنا يخليك لسه واجي. ما صحش ده انت ضيف عندنا يعني. ماشي خلاص سك على صبغه تيود. حضرتك زي ما بقول لك يعني المشكله فعلا في الكلام. ايه الكلام بقى اللي ضايق اهل العروسه؟ والله انا وانا بغني قلت ايه بقى؟ اسمع بقى اسمع بقى. زفوا العروسة والنبي زفوها، الله ينكد على اللي كانوا جابوها. ايه رأيك فيها حاجة دي؟ لا 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 مفيهاش حاجة خالص. اي حاجة يمكن بس الكلمة اللي هي بتاعت زفوا العروسة تكون ضايقتهم على اساس ان هم ما كانوش جاهزين بزفة او حاجة. او لسه ما قبضوش الجمعية فما معهمش فلوس مثلا. او مثلا كانوا هيخلصوا كتب الكتاب ويسافروا من بره بره على الفيوم مثلا ولا حاجة. انا ما كانش قصدي اللي في بالكوا ده كله خالص والله. بص بقى انت ما تقلقش ولا تفكر ولا تعمل اي حاجة، احنا هنفكر لك احنا هنفكر لك. انت بتتكلم ايه بتتكلم ليه؟ سكات سكات، والسكات بيجيب سكات، والكلام يعمل مشاكل. الله يا استاذ الجمال ده، ايه الحلقه انت بتعمل ايه؟ دي تنفع مطلع اغنيه دي والله العظيم. والله لسه جايه في دماغي دلوقتي حالا اللي هي بتاعت السكات بيجيب الله سكات. الله والكلام يعمل مشاكل. الله يا دولا الله يا دولا. ايه العسل ده؟ بس انا سمعت اللحن ده قبل كده. لا 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 استحالة تكون سمعته او لسه سامعه مني دلوقتي حالا. وعلمك ده ممكن بيبقى اسمه تخاطر توارد. قصدك توارد خواطر يا دولا؟ انت بتفهم في الشعر؟ هتفهم زيي؟ لا اسمه تصلح لي يلا. تخاطر توارد. صح صح مظبوط. عشان كده بقى انا يا سيدي هدي لك قطعة شعر من عندي. وانت اديت شعر لمين قبل كده؟ هاي قول مين ما خدش مني شعر قبل كده. الله يا دولا يا كبير الله. دولا اروح اجيب قصيده ولا اتنين من التلاجه اللي ما حدش راضي ياخدهم دولت. تلاجه يخرب بيتك. اهلا وسهلا.
ايه ايه بس بس يا مساء الورق والحبر اللي ادالة. يا مساء الحنجرة اللي جابتنا ورا. يا صباح الأحبال الصوتية ليلتكم مش معدية. ايه النعمة دي اللي رمينا على الأرض؟ مش حرام عليكم كده؟ لا دي شوية قصائد كده عاملها لشوية مطربين آخرين يعني. ايه؟ مطربين ايه؟ بقى أنا أسيب الرئيس بيرة وأجيلك وتقول لي مطربين آخرين؟ معلش بيرة بقى اللي أنت دلقته ده أنت تلمه براحتك حضرتك، لكن القصيدة بتاعتك عندي يا سيدي ما تقلقش. بس تكون جامدة وحراقة. حراقة؟ إيه ده؟ واضح يا سعيد انك انت سمعت على القصيده بتاعه الحراقه قوي اللي اسمها حلبسه، بس انا دي مخليها للشتاء عشان تعرف بقى موسم الشتاء والكورنيش والعربيات الحمص وكده يعني تشتغل احسن طبعا كتير. طبعا طبعا يا دوله. الله الله، طب ما تسمعها لنا يا دوله كده اهو. ايه رايك اسمعك؟ ماشي يلا. ماشي. الله 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 الله، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ قول واحده تانية. الله عجبتكم الاولانيه؟ حلو حلو. التانية بقى راغي فيها. اسمع بقى. الله الله يا سعيد، يعني فعلا. بص بقى، هلطشلك هلطشلك، هشلتلك هشلتلك، وهطب عليكي على غفله، وهبوظلك اي حفله، وربنا المعبود وربنا المعبود، لو شفتك في موقف عبود مع الواد سعد وسعيد ومسعود لموتك يا خلود. الله 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 الله. ايه دي يا نجم؟ جاعك جرح يا نجم. بص يا نجم، 100 جنيه ل 125 جنيه معاك. ماشي يا معلم، بس على فكره القصيده بتاعتي دي محتاجه ملحن كويس. لا يا نجم، اللحن ده بتاع انا. بتاعك انت؟ انت اللي هتلحن؟ اه انا اللي هلحن. طب ما لحن معاك انا بقى سعيد. بقول لك يا نجم، اللحن بتاعي ما حدش يخش فيه، وعلى راي المثل اللي بيدر على فمها حلو الغربه تردونا. عجيب يعني، بس خلاص ما دام انت اللي هتلحن انا وانت مثلا يبقى عندي في البيت نتفق على ميعاد ناكل لقمه ونلحن مع بعضينا. الله، طب يا دول ما نلحن احنا كلنا سوا مع بعضينا. هي فته؟ انا يا دول عايز الحن معاك. تلحم ايه؟ انت اساسا مش عارف تقولها. تلحم ايه؟ اجي معاك. اجي معاك واجي معاك. سعيد انت عايز الواد ده معانا؟ اه. شفت ما حدش طايقك يا ابني. سمعني يا ملك الشعر في مصر، امتعنا. ربنا يخليك. اسمع القصيدة دي انا عملت فيها مجهود كبير قوي يعني، خلصتها في بتاع ربع ساعة مثلا. اللهم صل على النبي. عليه الصلاة والسلام. حوشي 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 حوشي، عيونك جرح رموشي، حوشي 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 حوشي، ايديكي اوعي ايديكي تلوشي، حوشي 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 حوشي، خدك عن خربوشي. الله بقى اهي. اقعد يا ساكت، مين اللي جابك يا؟ اقعد ساكت يا. مش انت اللي قلت تجيبه معايا؟ استاذ اغنيه وحشه وحشه وحشه. وحشه ازاي يا عم؟ انت اصلك ما سمعتهاش متلحنه، ما انت ممكن الكلام في الاول لما يتقال ما تحسوش، عارف ما يبقاش طالع من الاحاسيس كده لما اللحن بقى يبقى مظبوط. صح، وري له اللحن يا دول. اتفضل يا استاذ. اوريك بقى اللحن، لان اللحن بيفرق كتير جدا يعني. يعني في اغاني كتير قوي مثلا تلاقي اللحن هو اللي غيرها. اتفضل يا استاذ. يلا دولة. ايه ده حساس؟ ايه ده؟ ايه؟ فين الباقي يا استاذ؟ ما هو ده الوتر الحساس، ده الوتر الوحيد. انت مش بتلاقي العود مليان اوتار كتير؟ اه. ما عشان بيقعدوا يدوروا على ده. الله يا دولة، ما تقعدش تسأل بقى عشان هتتكبس كل شوية. انا اسف معلش. هتتكبس. يلا دولة. يلا. اسخن. حوشي 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 حوشي، عيوني الجرح رموشي، حوشي 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 حوشي، اوعى ايديك تلوشي، حوشي 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 حوشي، حبي مش ملوشي، حوشي 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 حوشي، خدك عن خربوشي. الله. اقعد يا عم اقعد. وحشه يا استاذ وحشه. انا عايز اغنيه للناس الغلابه بتاعه بطاطا بتاع. انا عايز قضيه من الاخر. قضيه؟ عايز قضيه؟ طب ما تقول من الاول يا عم قضيه، ما انا عندي اهو. يا سلام. حوشي بقى دي. انا بقول ايه بقى؟ هنحوش على حد تاني. حوشي دي حوشي على حد مطرب تاني. ماشي، هو اللي خسر. هو اللي خسر. لا بس عندي اغنيه بقى. يا نهار اسوح، مش هقولك. يا رب يرضى بس بيها. بص يا سيدي، الاغنيه بتقول ايه؟ يلا 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 يلا. ولا مين اللي جابك معانا يا؟ مش انت يا عم اللي جبته؟ انت كنت فرحان بيه. وهاته وهاته اهو اتفضل. انا غلطان استاذ. بقول لك ايه، كل الاغنيه يلا 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 يلا. لا ما لو صبر القاتل على المقتول. ما تصبر يا عم، لسه لسه. انا اسف. كل شويه بتتكبس، كل شويه بتتكبس. البرتقان البرتقان، ولا عنب ولا رمان، فيتامين سي البرتقان، وسكري البرتقان، ومش تقيل زي الطبيخ،
ولا برضو أقرع زي البطيخ. حلوة قوي دي. حلوة قوي دي. والبرتقال مش كسر وممكن تعصره عصر. نصيحة من فكهاني مصر، مفيش زي البرتقال. الله الله، هي دي هي دي، عجبتها دول، عجبتها. الله الله الله. عايزة تلحن؟ ايوه طبعا، ما احنا جايين نعمل ايه؟ كله موجود عندنا. هتكبر يعني، هتكبر النهارده. ولا مين اللي جابك معانا يا يلا؟ هتسمع بس وانت هتكبر ومش هتتضرب تاني في الاغاني. يلا. انا لازم اخش من الدو وبعدين سي وتي. اتفضل يا استاذ سامح. يلا بقى دول. البرتقال الله الله، ولا عنب ولا رمان الله. ده تنفع تتر مسلسل دي؟ الله، بتقاطعني وانا بغني؟ وانا بغني؟ ما تقاطعش الاستاذ يا ابني. ماشي ماشي، ما تقاطعش الاستاذ. اتفضل يا استاذ. فيتامين سي سي سي، فيتامين سي 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 من غير طبلة؟ آه آه. طب يلا دول، يلا نديها بقى. آه. نصيحة من فكهاني مصر. هتعرف تجيب الطبقة دي ولا ايه؟ لو معرفش تجيب الطبقة، في طبق تاني ينفع ليك. اقعد اسكت، اقعد انت ساكت. طب انت في دماغك لحن يعني؟ بص انا عايز حاجة. اسمع اسمع بقى. ماشي، اسمع بدل ما اديك بمنافع عينيك. اسمع. وحشة وحشة وحشة. اسمع. ولا اطلعك بره. اسمع اسمع. البرتقال البرتقال، ولا عنب بقى ولا رمان، فيتامين سي البرتقال. كورال 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 قوي. كورال يعني ايه؟ ممشي كورال كورال ان انتوا تغنوا ورايا. ماشي. فيتامين سي البرتقال. لا يا جماعه، لا لا مالكش دعوه. انسى انسى كورال كورال. ماشي. فيتامين سي البرتقال، والسكري البرتقال، تعال اشتري البرتقال احلى من الموز والرمان. يلا الله. استنى استنى، في دبانه جوه دول. يا انت مش دبانه، ده انا. يلا يخرب البرتقال البرتقال. ايه يا استاذ الحلاوه دي؟ لك يا سعيد. صباح الجمال. ايه الاخبار يا عمي؟ صباح الجمال. ايه ما انت قاعد معايا من الصبح. وحشتني يا دوله، وحشتني. طب مني بقى، قول لي ايه اخبار صدى الاغنيه عند جمهور الدويقه؟ صدى ايه يا دوله؟ هو كان بيغني في مغاره يا عم. ما تسكت بقى يا اخي، خليني اعيش لحظه النجاح. قول لي. اقول لك ايه ولا ايه؟ العمي فتحوا والخرس غنوا البرتقال البرتقال. الله سعيد. الله الله الله. البرتقال والسكري البرتقال، تعال اشتري. الله عليك يا دولة على الكلام. اوعى من كبير كبير. بص بص بجد يا سعيد، يعني الحمد لله انا كنت متوقع النجاح بس ما كنتش متخيله جامد قوي كده يعني. امتك بقى يا عم بقى، عايزين سبوع سبوع، طهور طهور، حج عمر. ماشي ماشي يا عم، عينيا ليك بس الاول يعني اشوف فلوسك. انا ما اشوفش حاجه لغايه دلوقتي. انا سعيد، انا الاثنين المشاريب دي كلها عندي يا ابن المشاريب. لا مشاريب ايه؟ على مين؟ على بابا. لعلمك لسانك في ايدي، انا ممكن احط لك السم في العسل. دول وهو هيبقى حلو كده زي العسل اللي في الطحينه كدهون. امال ايه؟ السم في العسل. اعمل لك بقى طبق كده، شويه عسل وعليه شويه سم، بس اوعى تاكل منه التماثيل. يلا. لا يا دول ما تخافش، هما ما بيدونيش حاجه اصلا، فانا مش هديهم حاجه. بص يا نجم، دول 200 جنيه حق اللحن والشعر والتوزيع. 200 جنيه ماشي يا عم، انا هعمل معاك واجب يا سعيد واقبل ال 200 جنيه. ودول بقى ابن عمي 200 جنيه من النقطة. كمان 200 جنيه من النقطة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني عادي. اوكي ماشي ماشي ماشي. ودول بقى ابن عمي نصيبك من بوفيه ورك فرخة وحتة جاتوه.
ورك فرخة وحتة جاتوه. ماشي خد دول عشانك انت يا رمزي، هتقعد بقى اسبوع ما تاكلش بتاع ده كشري تاني. خلاص ربنا يخليك يا دول يا رب. طب انا هحط بقى دول على الفرخة دي كده اهو، شطة ودقة وكده اهو. يا عيني انت الفرخة بالنسبة لك يعتبر جهاز جديد عمرك ما شفته قبل كده. لا اهم حاجة تاكل الاول الجناح وبعدين الورك وبعد كده الصدر وبعد كده يعني ايه هتلاقي شوية عظم صغيرين كلهم برضو. خلاص ماشي يا دولة ماشي، انت قول لي بس اكل ازاي وانا هتلاقيني فرير على طول. ايه يا ابني انت هو ده؟ ايه يا ابني انت هو ده؟ امال لو دخلت بوفيه بقى وتلاقيته خروف هتعملوا ايه؟ لا اوعى تدخل الواد ده على خروف، حتى لو هو بتشوي هتلاقيه راكب على الخروف وفاكره ملاهي. ده غبي. اضرب يا ده اضرب يا عم. احنا مالنا من الكلام ده؟ الكتالوج بتاعنا افراح طهور والاغنيه بتبيع بعضها يعني. صح يا سعيد. يعني بص يا سعيد انت لازم تواكب العصر، يعني المطرب لعلمك بقى اللي بيعمل كليب ده اجره بيزيد 3 مرات عن المطرب اللي ما بيعملش كليب. صح يا دولة. ما الاجر اللي هيزيد احطه في الكليب طبعا. صح يا سعيد. يعني انت عايز تفهمنا عم سعيد ان انت بقالك 10 سنين عمال بتنحت بقى في ايه، في اغاني وفي افراح وفي موالد وما حوشتش حاجه. عندك حق يا دولة. الله بقى ده انت شاعر من الضرايب بقى. لا انا بقول يعني ان انت لو تطلع القرشين دول من الطبله اعمل لك كليب حلو هيفرق معاك جامد جدا. صح يا دوله. وان شاء الله بقى مين المخرج؟ صح مين يعني؟ احنا الفنا ولحنا وهنيجي على الاخراج مش هنخرج. وبعدين هو المخرج بيعمل ايه؟ هو كل اللي بيعمله ايه؟ حط الكاميرا هنا وارقص يا بت، اسكت يا واد وخلاص. ده انت قلبت المخرج ده بقى. ايوه طبعا المخرج لازم يدادي الكل، عشان كده بيقولوا لك المخرج هو اب العمل. صح يا بابا. اسكت بقى اسكت. على فكرة الفلوس دي لو ضاعت هضيع معاها كمطرب. صح يا سعيد ممكن يضيع. بس بقى تلاقش يا سعيد انا هزبطك. بقول لك ايه دول، هو كليب الواد سعيد هيتذاع امتى؟ هيتذاع بعد اغنيه نانسي على طول. دول كليب نانسي خلص. اكيد هيتذاع بعد اغنيه هيفا. دول كليب هيفا خلص. اكيد بعد اغنيه مروه. دول كليب مروه خلص. اكيد بعد اغنيه اروى. دول كليب اروى خلص. اكيد مش عارف هيزعوه امتى صراحه. قوم افتح الباب، قوم افتح الباب. ماشي يا دول تابع انت الكليبات. ها هو فين؟ انت فين؟ تعال عم سعيد تعال اتفرج معايا على الكليب بتاعك. كليب ايه يا عم الكليب انت؟ الشريط طلع فاضي 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 ازاي؟ يبقى انا عمرو دياب كده بيحاربنا يا جدعان. دول كليب عمرو دياب خلص. وبعدين يعني عم سعيد انت زعلان ليه يا عم؟ اهو كليب وراح يا عم. تفرحوش فيا كده حرام عليكم، ضيعت فلوسي كلها حرام عليكم. الرحمة فين؟ بشرع مين؟ علي فيكم وانتو بيديكم بتنزلوني. الله دنيا ما بتدومش والكل حيمشي. النهاردة فرح يا جدعان. النهاردة فرح يا جدعان. عايز كله يبقى تمام. النهاردة فرح يا جدعان. لقيت ماشية مشيت وراها قلت لازم اعيش معاها. عارفين قلت لها ايه؟ ايه؟